السلام عليكم. محسن رضائي، الحرس الثوري والجيش الإيراني يثبتان أن عهد أضرب وهرب قد ولى. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. قال محسن رضائي مساعد الرئيس الإيراني لشؤون الاقتصادية يوم الجمعة إن عهد أضرب وهرب قد ولى. وأفادت وكالة إيرنا يوم الجمعة بأن تصريحات رضائي جاءت في كلمة التي ألقاها في أربعينية الفتى المضحي الشهيد علي ليندي في مدينة أيدة بمحافظة خرزستان جنوبي غربي البلاد، والتي نادى خلالها بكسر الحصار الاقتصادي الأمريكي المفروض على إيران. وأكد رضائي أن السفن العسكرية الأمريكية والزوارق الإيرانية ناورت لعدة ساعات في وقت تخطت السفن الأمريكية كل المعايير العسكرية من أجل دفع زوارق الحرس الثوري والثعبئة الإيرانية إلى التنحي جانبا، لافتا إلى أن الحرس الثوري والجيش الإيراني يثبتان أن عهد أضرب وهرب قد ولى. وشدد مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاقتصادية على أن أمريكا أرادت سرقة ناقلة نفط، لكن قوات الحرس الثوري تصدت للقوات العسكرية الأمريكية بكل يقظة، بل ونجحت في إحباط هذا المخطط في الوقت المناسب. وأكد رضائي أن الجانب الأمريكي فرض الحصار على إيران منذ ما يزيد على 3 أعوام دون أي دليل قانوني، وهو ما ترتب عليه وجود مصاعب كبيرة في بيع النفط الإيراني وإدخال عوائد هذا النفط إلى العملة الصعبة إلى البلاد. يشار إلى أن التلفزيون الرسمي الإيراني قد قال أول أمس الأربعاء إن الحرس الثوري أحبط محاولة أمريكية للاستيلاء على حاملة نفط إيرانية في بحر عمان. وأوضح المصدر المطلع للتلفزيون الإيراني أنه تم من قبل قوات حرس الثوري الإسلامي إحباط محاولة أمريكية لقرصنة النفط الإيراني في بحر عمان. إلا أن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي قال إن مزعم طهران بأن البحرية الأمريكية حاولت الاستيلاء على سفينة محملة بالنفط الإيراني كاذبة وغير صحيحة، وأن البحرية الأمريكية تتصرف وفق القانون الدولي. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.